السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد في برنامج الملعب. اليوم خسر الاتفاق وأقيل مدربه، هذه آخر الأخبار، هناك المزيد من التفاصيل نبدأها في العناوين. مدير المشاريع في الرئاسة العامة يكشف للملعب مصير مدينة الخرج الرياضية. منتخب جديد في كأس العرب بقيادة مساعد ريكارد. مدرب المنتخب ومديره يرفضون اعتزال ياسر ويدعونه لاجتماع. إلتون يقود الفتح لهزيمة الاتفاق في ملعبه. إقالة مدرب الاتفاق وجماهير الاتفاق تصفق للاعبي الفتح بعد الخسارة. غدا النصر والشباب، مباراة للمتعة والتأهل. ما ترانا، فوزنا على الشباب ليس صدفة، وهذه رسالة. رئيس الشباب يجتمع بلاعبيه قبل النصر، والمدرب يوقف التدريبات أكثر من مرة. سعود حمود، خروجي يضايقني وأتمنى لعب مباراة كاملة. عبد العزيز التويدري يعتذر عن رئاسة تنفيذ الرائد.